خير. الله يبارك فيك. نختم مع حبيبنا ونجمنا في هذه الليلة الجميل مع تتر النهاية، محمد الجبالي يختم هذه السهرة الجميلة اللي استمتعنا خلال ساعة كاملة مع هذا الشخص الجميل، وبعد ما نختم حيروح تلاقوه في البوصلة إن شاء الله الساعة واحدة بإذن قبل الله. البوصلة يا خالد، مشاهدينا الكرام، مسلسل الحسن والحسين على قناة فور شباب مباشرة بعد الخيمة وقبل البوصلة، مسلسل الحسن والحسين ينتظركم لتشاهدوه. طبعا الزمن يمضي والنكهة والنكهة تبقى. تبقى. يا سلام، أشكركم والله، أنا سعيد جدا وأنا باللقاء الخبرة معك. وعاصم العضلات. الله الله، يعطيك مسألة العافية. العضلات. لا لا، أنا خبرة. خبرة عضلات. أي أنشد دخل. طيب أوكي. استعدت أنا من الأول كله عشان تفتح خيوط الآن. النهاية مع خيوط النهاية. العضلات. يلا افتح. يلا بسم الله. يا أستاذ، أنا الباب حقي يبغى يفك يكبر الشاشة. شوف. أصعب من الفرقة خيوط النهاية، وأصعب من الثنتين تفقد لك إنسان، إنسان إيه إنسان نادر وآية، إنسان قلبه غيم ولسانه إحسان، إنسان غير وكل خصله حكاية، مكسب حقيقي للشدايد والأزمان، مستودع أسراري وبير الوصايا، لو خان وقتي وأقرب الناس ما خان، تشوف به حب البشر والهدايا، يشوف كل الناس أحباب وأخوان، ذاكر لربا دوم وهذا كفاية، يا حظه اللي مسكنا كل وجدان.